بعد أسبوعين من المعاناة مع المرض، بدأ الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف يستعيد عافيته، بحيث غادر غرفة الإنعاش وصار يتكلم. ونشرت دنيا تونسي ابنة أبي المغاربة عبد الرؤوف صورة على موقع إنستغرام رفقة والدها من داخل المستشفى، حيث ظهر في الصورة يبتسم لابنته وقد أشرق وجهه، وأرفقتها بتعليق مؤثر. يشار إلى أن عبد الرؤوف أصيب بأزمة حادة في التنفس مطلع الشهر الجاري استدعت نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث قضى قرابة 4 أيام بالعناية المركزة قبل أن يصدر الملك محمد السادس أوامره بالتكفل بكل مصاريف علاجه وكذا نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط.